إلى إنه بعض الناس هنا دكتور عمرو شايفة إنه الموضوع في نهاية المطاف بيبقى فيه مؤشرات، يعني كم على المصريين، كم سنة على المصريين أن ينتظروا حتى يروا إنه ثورة 25 يناير لم تكن ثورة فاشلة وإنها ثورة ستحقق ثمارها؟ هل نستنى قرن من الزمان زي ما فعل الفرنسيون، ولا 10 15 سنة زي ما فعل الإيرانيون، ولا قد إيه بالظبط؟ المستمعين، الحقيقة أن موضوع الزمن عنصر من أحد عناصر مكونات الثورة، لكن ليس هو العنصر الرئيسي. يعني بمعنى أن في مقدمات اجتماعية وسياسية وثقافية ومعرفية لأي عمل ثوري في التاريخ، وكل مجتمع ليه خصوصياته اللي بينتج بيها الفعل الثوري نتيجة للظروف اللي موجود فيها. وطبعا احنا في عصر إلى حد ما السيطرة الأمنية العالية جدا، فبالتالي الأمور قد تكون أكثر صعوبة عن الثورات القديمة، فالموضوع معقد جدا. وبالتالي فكرة أن احنا نحدد وقت، القضية كلها أن انت ازاي تبني المسارات التي تدفع الجماهير وتدفع المجتمع للثورة، تحث الجماهير على المشاركة الفاعلة في المقاومة ضد النظام. ربما هو ده التحدي اللي عندنا، ازاي تدخل أكبر قطاع ممكن من الناس، سواء بشكل نقابي، بشكل جغرافي، بشكل مهني، بشكل ايديولوجي، داخل منظومة الفعل الثوري. لكن فكرة تحديد زمن او ايه اللي ممكن او نستنى 15 20 سنة، ده بيعتمد على ظروف دولية وظروف اقليمية، وكمان طبيعة التكوين البنية السياسية والسلطوية داخل المجتمع. يعني مصر عايشة على، من الحاجات المزعجة جدا، ان عايشة على مساحة قليلة قوي تحت السيطرة الكاملة بنسبة كبيرة من النظام، فبالتالي ده بتدي عائق اكتر في التحرك، عكس المناطق المفتوحة الواسعة اللي بيتوزع فيها السكان بشكل كبير. إذن فإحنا عندنا مشاكلنا الخاصة بمصر ليها خصوصية معينة، بالتالي لازم نعالج المشاكل دي، وقدرتنا على العلاج هتبان إن قطاعات أوسع من الجماهير ومن القطاعات ومن الطبقات المختلفة تشارك في الفعل الثوري. وأعتقد إن المقدمات كتيرة موجودة، يعني على المستوى الاقتصادي إحنا عندنا ناس كتير جدا تحت خط الفقر، في يعني ظلم اجتماعي واقتصادي كبير، في احتكارات جامدة جدا. إذا كل مقدمات أو كثير من المقدمات الضرورية لإنتاج فعل ثوري موجودة، محتاجة تنظيم أكتر ومحتاجة إدارة أكتر للموارد، ويعني وسائل لإدخال قطاعات أكبر داخل الثورة، وليس كل فقط دي آليات تقريبا هنا، ولكن وسائل أكتر من ذلك اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. نعم؟ تقريبا آليات بتفتقر للوجود على الأرض، يعني مفيش تنظيم على الأرض، مفيش قيادة قادرة على الأرض إنها تجمع كل ما تقوله. آليات الفعل الثوري نفسها غائبة، وتم تقييدها وتحييدها على مدى 7 أو 8 سنوات متواصلة. كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ تمام، يعتقد 8 سنين مش رقم كبير في عمر الشعوب، وخاصة إذا كنت أنت استنزفت ما يقرب من 40-50 سنة في بناء أدوات، وفشلت تماما الأدوات اللي استخدمتها في أنها تغير السلطة أو تغير منظومة السلطة، لكنها نجحت في حاجات كتير. نجحت أولا أن خلت المجتمع يدرك أن طبيعة الصراع مش هتنفع بالأدوات القديمة، لازم في أدوات جديدة للصراع. إيه هي؟ بندور عليها. وطبعا زي ما قلت حتى 8 سنين ده رقم قليل جدا، في محاولات إزاي تبني المجتمع من أسفل بحيث يقدر يتماسك قدام السلطة ويخش في تحدي معها. الموضوع ده مش سهل، لأنه بيعتمد على حاجات كتير وظروف كتير، وكمان الظروف الإقليمية والدولية مش مساعدة، ودي من الحاجات الرئيسية في إنتاج أي فعل ثوري أو أي عمل ثوري. 8 سنين رقم مش كبير، في محاولات. بعض الناس بيقول لك يعني الظرف الإقليمي دلوقتي مساعد، يعني بالعكس بعض الناس لما تيجي ترصد لك حتى الوضع الإقليمي والدولي، ممكن حتى الدكتور عصام يصلح لنا، إنه لا، الوضع الإقليمي دلوقتي سواء على الوضع الخليجي، الحليف الإماراتي العلاقات مش جيدة، البيت الأبيض علاقة بايدن ليست جيدة، فقد ترامب وهو حليفه الرئيسي في القاهرة، وبالتالي الظرف الإقليمي والدولي قد يبدو غير مساعد على بقاء الوضع على ما هو عليه. نعم، هو قد يبدو غير مساعد على بقاء الوضع ما هو عليه، لكن غير محفز للثورة، غير محفز للتغيير الجذري العميق، بالعكس هيقف ضده بأي شكل. وإحنا شفنا كان في كلام ده أيام أوباما، وكان في رغبة في تغيير الوضع في المنطقة لأسباب يعني معقدة، يمكن الدكتور عصام يقولها أفضل مننا، لكن في النهاية لما الموضوع فلت من إيدين، دخل في مسار تاني، وبانت إن في ثورات قد تكتمل
وتعمل تغيير استراتيجي عنيف عميق في المنطقة، فبالتالي الكلام ده اترفض تماما، والمجتمع الدولي والإقليمي وقف بقوة قدام الكلام ده. فالظروف قد تبدو مهيئة إن الوضع ده مش مريح، لكن لا تصل لدرجة إنها تتحمل ثورة وتغيير استراتيجي في المنطقة.